النهارده بكل تأكيد عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن بنبدأ بالأحداث اللي حصلت امبارح واللي من أبرزها استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير حول تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت بخصوص خفض المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. كمان امبارح كان في إقبال كبير من المواطنين على منافذ مبادرة كلنا واحد، تفاصيل أكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقرير حول تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير زراعة 100 مليون شجرة، واللي أوضح التقرير إنه ما تم زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة الهيئة للعام المالي الحالي وصل ل 635 ألف شجرة بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية. وأكد رئيس الوزراء أهمية مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بهدف تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، فضلاً عن تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شدد على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، وناشد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح شهدت مبادرة كلنا واحد إقبال كبير من الأهالي بعد قرار وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير عام 2023. وكمان قررت وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة أمان محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، وده بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.